السلام عليكم متابعين قناه مريم شانيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. بلا شك البنات عرفتوني فين جبتكم اليوم، عند الورده الذهبيه اللي كتواجد في البرنوصي. بالنسبه للعنوان كيتواجدوا في كازا البرنوصي البنات، هاد البلاصه هاد الزنقه كيقولوا لها سوق الظلمه. هنا البنات الا هبطتوا نيشان غتلقاو فارماسي الصيدليه صابرين. هاد البلاصه سميتها سوق الظلمه اللي معروفه في البرنوصي بالتواب، هانتوما كتلقاو كاع جميع المحلات تواب. وهنا اللي جايين البنات من الفوق هنا كاينه النيابه، هانتوما شوفوا معايا، هذه هي النيابه اللي كتواجد في البرنوصي حدا سوق الظلمه. اجيو معانا، هذا هو المحل ديال الورده الذهبيه اللي في البرنوصي. والناس اللي متبعينا اكيد راه كيعرفوا شركه الورده الذهبيه راه عندها ثلاثه الفروع، عندها فرع في الولفه اللي كنصور لكم فيه في الحاج فاتح، وكاين الفرع في البرنوصي هو هذا، وكاين فرع حتى في درب عمان. يعني اجيو معانا بالنسبه للتوصيل البنات، راه داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب. ما عليكم غير تواصلوا معاهم في الارقام اللي كيبان لكم على الشاشه. اجيو معانا نكتشفوا مجموعين اشنو موجودين لينا اليوم. جيو معنا البنات. السلام عليكم خويا كينان. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. كيف اخبارك؟ لاباس عليك؟ بخير، شقنا عليك بزاف. ربي يخليك خويا كينان. مرحبا بكم، الله يبارك. مرحبا بالناس على الورده الذهبيه، شخباركم في امان الله. خليناك في الاول، فاش كدير في البرنوصي؟ جينا للبرنوصي حيت الناس على البرنوصي تيتشكاو، تيقول لك اودي بغينا نشوفوك، ما كنشوفوكش هنا، كنسمعوا صوتك في فيديوهات، كنسمعوا صوتك في التليفون، بغينا نشوفوك مباشره. يا مريم راه جايه للبرنوصي؟ قلت لهم انا حاضر. انا كاين ان شاء الله. السي عبد الله تاول نقدموا له السلام. السي عبد الله هو اللي كيتواجد لينا في البرنوصي. سلامك خويا عبد الله. مرحبا اختي مريم، مرحبا بك. مريم شالين، مرحبا بالناس ديال الورده الذهبيه. مرحبا بك، واخا غبرتي علينا واحد شويه مي توحشناك. مرحبا بك، ربي يخليك اخويا، الله يفرحك. في برنوصي معنا ان شاء الله. ربي يخليك. مرحبا بكم ان شاء الله. بغينا نقدوكم واحد الحله ديال الجيم، تبارك الله ما شاء الله. شوف تبارك الله، كنت نقول لك كيسولوا عليه. هذا هو الجيم تبارك الله. اييه الجيم ديال اوروبا تبارك الله، حتى حنايا راه درنا فيه واحد شونتيو ديالنا. نعم، هذا كاين في القناه ديالنا ديال توب لوغ ديال الدنيا. شوف كرمنا الناس سواج جالوا العيالات، عطيناهم هاد الارتيكل هادي يلبسوا بحال تقولي فابور 250 درهم. التوب ديالها غزال. لا تبارك الله، كوتون دو سوا وشي حاجه زوينه، وكيخدم لا للرجال ولا للعيالات. حتى الخياطه اللي درتي اللون في اللون، درت اللون في اللون. صراحه حاولت ما نخدمش بلون واحد اخر، بغيت نخليه سامبل حيت كاين الناس اللي كيعز عليهم اللوان سامبل. مي تبارك الله تيجيب سامبل وتيجي حتى باللوان زوينين تبارك الله ما شاء الله. وهكا صراحه كتعجبني شي حاجه سامبل زوينه بالنسبه لي انا كاختيار. مرحبا بك. ربي يخليك اخويا. اللي ما عندوش القلده تاع البلدي يلا كنت غنقول لك غندوز عند كينان، حتى هو لابس لاشوميز ديال درتو درت هذا السيل هذا باش يقولوا له مثلا بهذه السلعه ديال اوروبا، الجيم ديال اوروبا كيخدموا به الناس جابادورات، يخدموا به مثلا لي سوميج بحال هكا، يخدموا به كنادرات كيف داير السيدي عبد الله. توبو تبارك الله امبيكابل. كان بامكاننا على اننا نبيعوا جمله بداك الثمن اللي حطينا في اليوتيوب في القناه ديالنا 250 درهم، نبيعوا الناس كاع ما يشوفوه الناس في اليوتيوب. ولكن بلايص اخرين شحال تيدير؟ بلايص اخرين لا تباع قبالتي العيليات القوم تباع ب 1800 درهم 2000 درهم 1800 درهم. وعند ناس معروفين هنا في الدار البيضاء ياك. ولكن احنا فاش جبنا الورد الذهبي وهو ارتيكل ديالنا جبناه من اوروبا بزعما بالدلائل ديالو بكل شيء. انت اجي تشوفي هذا ديال هذه السلعه ديال اوروبا ديال تشيكوسلوفاكيا. وهاد القضبار ديالو المسائل القانونيه ديالو انه ديال اوروبا فهمتي. حطيناه ب 250 درهم، كان فيها واحد النوع من التقرب للكليان، ولا كي تنبغيو نقولوا هذا الجميل للكليان فهمتي. حيت الكليان عندهم بطبيعه الحال لهم اجمل افضل علينا ياك. اكيد هذا فاش كتحطو ب 5000 وما تبغيش تبيعوا جمله للناس تجمعوا كامل في دقه وتبيعوا، راه في حد ذاتها هي التفاته مزيانه للكليان. اكيد. قلت شحال فيه من مترو؟ العبار وافي 3 متر. 3 متر فيه بزاف اللوينات. راه يرجعوا الناس للقناه ديالنا حيت بحكم اننا ما وجدناهش هنايا ياك، ولكن لا رجعوا للفيديو ديال اللي حطينا في القناه ديالنا في الاسبوع اللي فات، راه غيشوفوه ان شاء الله ويشوفوا اللوينه تاعو كاملين ان شاء الله. وبالنسبه اللي غنقدموا اليوم في البرنوصي، كاين في البرنوصي في الولفه ولا غير في البرنوصي؟ غالبا غيكون ديزارتيكل هنا، وكاين ديزارتيكل هنا ولهي، وغنعلنوا عليهم نقولوا هذه راه كاينه هنا وهذه كاينه هنا ولهي ان شاء الله. انا فاش عرفت كلا لا مريم جايه غنوجد لك واحد الارتيكل زوينه وفيها ثمن زوين، الناس اللي بغاو يعاودوا البيع، الناس اللي بغاو شي حاجه رخيصه وزوينه. كما كتعرفوا البنات الورده الذهبيه راه كيبيعوا بالتقسيط وبالجمله، التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بكم. شوفوا معايا مرحبا بك. التويبات هادو كيف ما كتعرفوا دابا موسم الاعراس، الناس كيبغيو قفيطنات التكيشطات البيسات. شوفوا ليا هادو شحال فيهم في لابار؟ 3 متر. 3 متر هذا البروكار؟ البروكار نعم، لا زوقته زويونه. فيه 3 متر والعبار وافي. ها اللوينات ديال هاد الزواقه اللي عجبتها شويه الخضر ملكي. والكميه راه شويه محدوده ما كايناش بزاف. هاد الشكل هذا غيلقاو لهي وهنا الولفه، غتلقاو في الولفه البنات الحاج فاتح، وغتلقاو في البرنوصي في هذا المحل هذا. اييه وكذلك في درب عمر. يلقاو في درب عمر
دابا حاليا في درب عمر ولا في الولفه ولا في البرنوسي راه مابقاش اشكال، راه حنا الدي كنتواصلوا بيناتنا ولا كانت شي مثلا شي ارتيكل بغاو راه كنصيفطوا عليهم. شوفوا لي الزرق ملكي حتى هو، هادو اللوينات ديال هاد الشكيل هذا، وكاينه واحد الوريده غزال ها هي. هادو كاملين غيكونوا نفس الثمن؟ غيكونوا كلهم ان شاء الله بثمن زوين. شوفوا معايا هادو كاملين ان شاء الله غيكونوا بنفس الثمن. هادي 3 متر يعني التفصيله كامله بشحال غتكون لينا في الثمن؟ 50 درهم. 1000 ريال. تفصيلة كاملة البنات 1000 ريال. شوفوا لي هاد البروكار كامل يعني قفيطين. نسيت كتعرفي لالا مريم راه السولد تبارك الله كاين في السوق كامل. كلشي أي محل دخلتي عنده عنده واحد لابارتي تيقول لك هذه بغيت نديرها سولد، ولكن راه السولد فيه وفيه. كاين مثلا اللي عنده سولد قديم وبغي يفكو مثلا، كاين اللي عنده ارتيكل باقا تقدر تباع بالثمن، وكاين اللي واحد الثمن ناقص بحال مثلا هاد السلعة هادي راه بعناها ب 100 درهم. ودابا حاليا بغينا نفرحوا بك عاوتاني جيتي عندنا البرنوسي غنخليوها لك ب 50 درهم للمتشبعين ديالك، وكذلك الناس ديال الوردة الذهبية 50 درهم. 1000 ريال البنات 3 متر تفصيلة كاملة 1000 ريال. والناس اللي كيسولوا على الكمخة راه مازال بجميع الألوان ديالها بجميع الزواقات. الكمخة والناس اللي كيشاهدونا أول مرة بشحال؟ 50 درهم. جوج جونس ب 50 درهم. جوج جونس كاين بحال هاد الزواقات كيكون زواقهم منهم بحال هكا باللوان ديالها. وكاين مثلا هاد غي هادي اللوان ديالها. شوفوا لي هاد الريتيف الأبيض. الناس اللي كيشوفونا اول مره مثلا راه الا عجبتهم مثلا هاد الزويقه وبغاو يعرفوا اللوينات ديالها يقدروا يدخلوا للقناه ديالنا اثواب الغده الذهبيه ياك، اكيد غتلقاو على الشاشه وغيلقاو جميع اللوينات وجميع الشكيلات. اذا ها هي حيت غالبا اليوم غيكون عندنا فيديو طويل بغينا نختصروا شي شويه البنات باش نركزوا لكم على الكمخاره باللوان ديالها من غير هاد اللوينات عطى الله لوينات اخرى. 1000 ريال تفصيله كامله جوج جونز. جوج جونز تماما هي. خليكم معنا لا شوفي غندوزو. شوفي خصك تعرفي واحد المساله هاد الايامات هادي اكثريه الناس اللي غيجيو عندنا هما ناس مثلا خدامين في كازا باغيين يمشيو يعيدوا مع والديهم يديو كادوات لخواتاتهم لخوتهم. اكيد ديما كيما تنقول العائله كبيره تيبغيو شي حاجه تكون زوينه وفي نفس الوقت رخيصه مثلا باش يستافدوا انهم داو كادو وميم طون ما يغلوش على غيوسهم. غنبغي نسولك واش هاد الثمن اللي قلتينا دابا في لا فيديو واش ثمن تقسيط وثمن جمله؟ شوفي نقول لك واحد المساله لالا مريم، راه دابا اي واحد مثلا تقدر تبغي تصور معاه تقول لي واش كدير جمله يقول لك انا كندير جمله فهمتي، ولكن شنو هي الجمله؟ هي داك الثمن باش باع هذه ماشي جمله. انا ماشي اللي عنده ست الكوبونات راه جمال. الجمله هو عندك دي بوات عندك هونغارات تبارك الله كتمشي لاوروبا كتمشي للشينوا كتمشي لدبي كتمشي للهند كتمشي لكوريا تسميو عليك جمال، ولكن عندك ست الكوبونات وتقول انا جمال راه ما تنظنش. بالنسبه لهاد الثمنات اللي تنقول لك ديال الجمله ديال التقسيط، الا بعت لك هذا ب 50 درهم مثلا هاد لي بروكار 3 متر ب 50 درهم شنو هو زعما غنقص فيهم شي حاجه؟ راه حنا عطيناهم على ود الناس باش يفرحوا. هادشي اللي كاين بحال داك الجيم ديال اوروبا كنذكرك عاوتاني عندي ناس اتصلوا بيا من ورا الفيديو اللي درنا مثلا الاسبوع الفايت في القناه الوغده الذهبيه قالوا لي داك الثمن اللي درتي كون خليتيه هنا نجمعوه كامل. قال لك العيالات غيجيو وحده تاخذ هذا اللون وحده ما تبغيهش وحده تمشي للزوين وحده تخلي الخايب حنا نجمعوا لك كامل ب 250 درهم. قلت له انا عندي رباح الناس اللي ما فحالهمش اللي ما عندهمش يلبسوا. اكيد هذا هو الهدف ديال القناه. الناس اللي دعمونا في القناه ديالنا والناس اللي تيجيو تقداو عندنا حتى هما يلبسوا. اكيد بغينا كلشي يلبس اللي عنده اللي ما عندوش. الله يخطيك. ها الياقوته عبار وافي جوج ونص ديريها قندوره ديريها مثلا جليلبه تحتيه اختياري يبقى لك اللوينات فيها زاهيين وزويونه. ها هي تبارك الله صوري معايا اللوينات على لا هذه شحال فيها في جوج ونص ولكن فيها العرض وافي فيها متر وستين في العرض. متر وستين في العرض شوفوا لي اللوينات ديالها. ها اللوينات ديالها هانتوما ويسكرينيو الناس لون كاين سيف لون كاين اللي كديرها مثلا قميص كاين اللي كتبغي ديرها قفيطين قنيضره تحت جلابه شويه هاد اللون شو هاد اللي كولو فلاشي هادو كيديرين فيها الوانها زوينين هادو اللي كولو فلاشي ديالها حقيقه لون كاين سيف لون. شوفوا لي هادو كاملين تفصيله فيها جوج ونص كما قال لكم العرض وافي. شحال غتبقى لينا السكينه؟ 80 درهم. 80 درهم هذه نحسبها لكم 80 درهم 16 100 ريال البنات. اذا دابا شوفي نرجعوا لمسائل الجمله اللي كتقول لي بشحال غتبقى جمله؟ راه جمله دايره 120 درهم. اذا حنا تقسيط كنبيعوا لك ب 80 درهم فهمتي؟ اذا يعني تقسيط ارخص من الجمله عند الوغده الذهبيه. تقسيط غتاخذ اقل من ثمن الجمله بطبيعه الحال. واخا خليكم معايا هاد لارتيكل هادي عجبت الناس. هذا الكريب مزوق الا عقلتي عليه لاله مريم صورنا هنا معاك هاد الزواقه غزاله من داك الشافي حتى هي غنحسبها 80 درهم اليوم. 80 درهم 80 درهم حتى الكريب بحال ياقوته بحال الكريب. بغيتي غير جلبا قفيطين قميص نقرب لكم باش تشوفوا البنات كي دايره. العبار وافي والعبار وافي واللوينات موجودين البنات فيها مفتوحين حتى هي جوج ونص. جوج ونص المتتبعين ديال لالا مريم شانيل او الناس ديال الورده الذهبيه نخليوها لهم 80 درهم. جوج ونص 80 درهم تفصيله كامله ب 80 درهم. هذه غيلقاوها لالا في البرنوصي في درب عمار وكذلك في الولفه. والتوصيل اكيد للجميع داخل المغرب وخارج المغرب. شوفوا هذه الزواقه لالا
شوفوا لي هاد الزواقه شحال غزاله البنات. هاد الزواقه جيومتريك زويونه موديل فيها غزال وصافي. شوفي الالوان كلهم فيها كيحمو. الا عقلتي شوفي هذا الكراب اللي درنا داك العام مزوق مثلا كانوا زوقات صغيرين. اليوم هذا كيجيو العيالات لابسينو كتقول لك هاد الجلابه من الحبل لبسها ندبز بها وما يوقع لها والو من داك الشرفيع وتيشريوها بثمن رخيص من عندنا. ها هي اليوم ما كايناش 100 درهم 80 درهم حتى هاد لوغون. شوف الشقي تبارك الله ما شاء الله فيها اللوينات غزالين البنات وحتى المريض اللي داير انا نقول لك واحد المساله للمريم. شتي دابا الناس اللي كيجيبوا بحال هاد السلعه هذه مثلا وكيجيبوها سيري شنو هي سيري؟ انا نفهمك واحد المساله. سيري هي كيجيب مثلا تبارك الله انت حافيه كيجيب مثلا 14 15 لون راه ما يمكنش له يبيعها ب 100 درهم ولا 80 درهم. ما كتسمى السولد عليه. هما شنو عندهم السولد؟ كاينين شنو هو السولد؟ هو الحاجه اللي بقات فيها جوج بياسات ثلاثه تيقولوا هذه سولد. حنا الحاجه اللي تكون سيريه سولد. هنا الفرق بين تبارك الله الورده الذهبيه وبين اي محل ان شاء الله. شوفوا لي اللوينات. شوفوا لي هذه الاوبرجين. شوف اللوينات على المكنه تلقوا هذا تشوفيه. حتى المارياج غزال اللي دايرين فيه الالوان هانتوما. تبارك الله ما شاء الله. شوف هذا جوج اونس توا غيبقى لهم ب 80 درهم. 80 درهم 80 درهم البنات. بلو بيترول. شوفوا لي هذا البلو بيترول توا شحال غزال مع هذا المارون. وكاينين اللوينات. كاين هذا اللون عاوتاني غزال. شوفي يلا البنات بالنسبه لهذا العرض محدود ولا دائما حتى تسالي الكلمه؟ عاوتاني هذه ميزه ميزه كدير الوضع الذهبيه. عمرها درت شي ارتيكل وحطاتها قالت لهم هذه راه عندكم غير السبت والحد ولا الاثنين ولا الثلاث ولا كتحط واحد الارتيكل كتبقى دير على داك الثمن حتى النهار كتقاد حتى تسالي الكميه. انا عندي شي كليان العام اللي فات اللي صورنا معاك الا عقلتي العيد اللي فات الا جات شي مره ولقات ديك الارتيكل اللي شافتها العام اللي فات وقالت لي بشحال الثمن ولا الثمن ديال داك الفيديو اللي شفته معاك ما زيد عليها ما والو. واخا وبالنسبه للمحل اخويا كينان كيكون في تحطيلات ايام اسبوع بطبيعه الحال. يوم الجمعه راه كيعرفها في العواشر غتنكونوا حالين. خارج العواشر غتنكونوا سادين مثلا من غيرها غنزيد لك شي ارتيكل ب 80 درهم مثلا. غير هذه خليكم معنا هذه غزاله وطلبوها الناس ولكن راه كاينه غير في البرنوصي وكميه محدوده بزاف. عقلتي عليها؟ هذه عقلت عليها كنا ديجا صورناها. هذه مبغاه تاج ديال الحرير ماشي العاديه. العبار فيها واعر في 3 متر كانت عجبت الناس بزاف ولكن حاليا راه ما بقاوش فيها اللوينات ولكن وكاينه غير هنا كاينه غير في البرنوصي زعما في البرنوصي هنا ها ما غيلقاوش في درب عمر ما غيلقاوش في ما غيلقاوش في الولفه. واللي بغاتها واللي عجبتها يا تجي دغيا اولا اتصلي ريزيرفيها مثلا باش فاش تجي تلقاها واجده فهمتي. الا تما جايه من هنا من بعد 3 متر يوم ولا 5 ما تلقاش 80 درهم كميه محدوده. وهذو هما اللوينات كذلك راه ما كاينش اللوان فيها ثلاثه اللوينات غزاله بزاف اللي خداتها سعداتها. هذا المفهوم ديال هذه اللي خداتها سعداتها من غير نزيدك واحد جوج. يلا خليكم معنا المبغى نبقاو في المبغى نيت. هذه لا 80 درهم يلا هذه هذه 80 درهم 3 متر 3 متر هذه كاينه غير هنايا في البغ. ندوزو لهذ المبرا هذه هذه حتى هي 80 درهم ولكن كاينه غير هنا كاينه غير في البرنوصي وكاين جوج اللوينات اللي بقاو فيها فيها البيض بيض العريسات ديالنا وهذا الكري هذا وهذا الكري هذا الحجاج. الناس اللي غاديين ولا اللي عندها مثلا ماماها مشات للحج ولا باها مشات للحج وشافت هذا الفيديو ياك تجي تاخذ من هذه تاخذ 4.5 تفاصيل نعطيها عندي تبارك الله كميه فهمتي تاخذ وتخبي عندها فاش يجي والديها مثلا الا عطاتها كادو الناس يفرحوا بها فهمتي. اذا العبارات اللي بغات 3 متر وافي 3 متر وافي اذا هذا الشيء كله اللي شافوا شي واحد وعجبوه 80 درهم تفصيله كامله البنات 3 متر 80 درهم. مرحبا بكم خليكم معنا ما تشوفين ندوزو دابا حاليا دابا واحد البيتيت سوا امبريمي. هاد الزواقه عجبت الناس بزاف غزال هاد الزواقه هذه وفيها اللوينات. شوفوا لي اللوينات اللي طلبونا على شي حاجه كنفذوها. الناس كيجيو عندنا حيت كنا دايرين لها 150 وكيتقداوها الصراحه وقال لك بغينا نزيدو منها ولكن نقصوا لنا شويه ثمن. حنا ان شاء الله مع المغرب هادي شحال فيها جوج اونس جوج اونس البنات اللوينات فيها غزالين واللون كاين سيفلون. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله اللوينات ديالها هانتوما. شوفوا لي هانتي شوفوا لي هاد اللوين تا هو شحال غزال. جوج اونس تفصيله كامله البنات شحال غتبقى لهم اخويا كينان؟ 100 درهم 100 درهم 100 درهم 100 درهم البنات 100 درهم ديال العواشر ديال يوم الجمعه ديال المجيه ديال المغيم. ربي يخليك عوض 150 درهم اليوم غتاخذها ب 100 درهم تفصيله كامله. الكميه موجوده اخويا كينان؟ الكميه ماشي موجوده ولكن با مال ما بيهاش الكميه محدوده. نزيدك واحد الارتيكل عجبت الناس شوفوا لي فلاشي ها هي. شوفوا لي عاوتاني هاد الزواقه شحال غزاله وفيها اللوينات. شوفوا لي هاد اللون هذا شحال غزال. شوفوا لي هاد اللون هادي هي جوجونس جوجونس هي
استعمالاتها كيعرفها فيطين قميص تحت جلابه مثلا دو بياس كل واش كيغ شكلو مثلا يديرها كيمونو البنات تجي غزاله شوفوا ليا شوفوا ليا هذا اللون تا هو شحال غزال. والناس اللي كيسولوا على الياقوت على هذه الزوقه الجديده اللي دخلات راه كاينه هنا فاش كيقول لها مثلا في البرنوسي راه كاينه كاينه في البرنوسي تماما حيت حنا عندنا في الولفه وهنا الناس كيسولوا في البرنوسي واش كاين ولا لا هي راه كاينه تيديروها دو بياس مع الكريب او مثلا كيديروها بوحده هادي جوج اونس شحال غتبقى لي حتى هي 100 درهم مية درهم البنات هاد السلعه هادي والله العظيم الا ثمن الجمله تنقول لك ثمن الجمله كنبيعو به تقسيط راه كيحلف ليا قال لي هادي باش واخدينها هما ب 100 درهم والله الا 100 درهم محسوب عندنا النحل على الورده الذهبيه حنا دابا تنبيعو لكم ب 100 درهم وارتيكل مزيانه وجديده وفيها تبارك الله لافونتاج ديال هاد الزواق هادي باش عجبتني تيعطوك 4 5 الوان ديتي انت كاع وعندك شي جلابه في موف تخدميها معاه الحمامي كذلك التركواز ها هو موجود الفير كاين فهمتي اذا هذه واحد الزواقه ما شاء الله فيها اللوينات كامل كتجي مزيانه وكتقدري تماريها مثلا مع بزاف د الحوايج انت نعطيك مثال بسيط هاي دو بياس مع الكريب كتجي حتى دو بياس البنات شوفوا ليا مع الكريب مثلا اللي وريناكم ها دو بياس شحال كدير 250 دو بياس 250 مع الكريب البنات هانتوما شوفوا ليا اللوينات كما قلت لكم التوصيل داخل كازا وخارج كازا مرحبا بكم خليكم معنا مرحبا جيو معنا خويا كينان واحد لارشيكل اللي غتخدم الناس الحجاج الحجاج دابا جايين شنو اللي كيجيبوه بزاف معاهم في الكادوات جوهره ولارشيكل الثانيه اللي كيجيبوها هي التليجه ياك واخا التليجه لا عندنا تليجه زوينه كاليتي مزيانه والثمن اليوم ان شاء الله غيكون استثنائي شوفوا لي التليجه البنات هذه شحال في العبار 3 متر على 3 متر على متر ونص اذا دابا الحجاج فاش يتمو جايين راه الناس في العمره مثلا ولا في الحج راه كيجيبوا غير تليجه خاويه كيفاش بالتحتاني حيت هذه كتعطى كادو غير 3 متر كتعطى بلا تحتاني فاش كياخذها مثلا داك اللي تعطاتو كادو كيمشي يلبسها عند مول توب اللي كيتقدى عليه ولا مثلا ولا تيكون ديجا هو عنده شي توب كيما غير معاه اذا عندي لاله اللوينات تقدر تجمعي لاله المغرب اجيو معنا اجيو معنا شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله المحل كيفاش داير في البرنوصي شوف لي هاد اللبسه هادي ما شاء الله كيف تبارك الله ما شاء الله خالد هذاك اللي سيدي فنان تبارك الله ما شاء الله عليه ما شاء الله لا قوه الا بالله شوف هاد اللبسات كاملين راه عندنا وموجود شوفي لي هاد لاكام ديال شوفوا لي هاد لاكام كامله ديال التليجه التليجه كامله هادي راه مزيانه ماشي العاديه حيت راه التليجه فيها وفيها انت قلبي معايا نوريك تشوف تشوفي كي داير شوفوا لي التليجه ماشي شينوا ديال الهند البنات شوفوا ليا غزاله البنات هاد التليجه هادي اللوينات ما شاء الله كاينين بزاف اللوينات هنا هادي كتبع المترو ولا الكوبو اليوم غندير لها ثمن زوين الكوبو الكوبو شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله سكرينيو اللوينات اللي بغيتو ها نتوما هادو هما اللوينات اللي فيها بداو من هاد الفير هذا فحتى الترابي البنات بالنسبه لهادي شحال غتبقى اليوم غتبقى بثمن استثنائي 90 درهم 3 متر 3 متر 3 متر ب 90 درهم 3 متر البنات غتبقى لكم ب 90 درهم اذا هذه شوفي هذا الثمن هذا ديال 3 متر ب 90 درهم راه ثمن تنافسي مقارنه مع هاد لاكاليتي اللي كنعطيك ديال الهند فهمتي راه اي واحد مثلا تيبيع التليجه شوف له غير المكتبه في البديه واش مكتوبه الهند ولا الشين ولا كوريا تعرف شنو كاين هذه ديال الهند اخر ثمن خصها تباع ب 150 درهم الفوق حنا درناها ب 130 درهم للناس على العمره ولكن مناسبه الحج 90 درهم 90 درهم 3 متر اختاروا اللون اللي بغيتو ان شاء الله وبالنسبه لهاد اللوينات هادو راه كاينين غير في البرنوصي كاينين غير في البرنوصي كاينين غير في البرنوصي كاين شي شويه ديال البرنوصي كاين شويه اللوينات في الولفه ولكن حنا الهدف ديالنا في هذا الفيديو هذا هو ان شاء الله الناس يزورونا عاوتاني في البرنوصي وبغيت نقول لهم واحد المساله انا راه هنا ان شاء الله حتى ليله العيد يعني كينان غيبقى في البرنوصي ان شاء الله هنا في البرنوصي حتى ليله العيد كاع الناس اللي بغاو يشوفونا ولا اللي بغاو يجيو يتقداو علينا ويزورونا مرحبا بهم انا هنا ان شاء الله حتى ليله العيد منين جينا لهنا غنوريك واحد لاسيك يلاه دخلت دابا محبوب جماهير كريب الكريب واش من كريب كوريا كريب كوريا دابا نقول لك واحد المساله لاله مريم كريب ديال كوريا فيه وفيه اكيد كاين اللي كيبيع لك الكريب ديال كوريا بحال يبيع لك ريحانه فهمتي حنا ما كنبيعوش ريحانه كندوا كريب ديال كوريا 300 غرام في المتر داك الشيء غزال اللوينات لونين السوق في اللون تشوف زوين طازي نبتي ديري اللي عجبك مثلا في الاستعمالات وما يحشمكش وكاع الناس اللي تيتقداو علينا راه كيعرفوا هذه المساله هذه تبارك الله شحال فيه من لون بزاف اللوينات غنوريك لاكام عندي هي الداخل والثمن اليوم غيكون ثمن مفاجاه شحال الثمن الكريب انا شفت في اليوتيوب تاعي
الناس اللي كيطيحوا كاع الثمن بغض النظر على الكريب واش كوريا واش شينوا واش الناس كيديروا 130 درهم الكوبو مثلا تيديو 5 درهم حنا ما بغيناهاش 125 درهم الكوبو 125 درهم الكوبو شحال فيه 42 على 42 حيت هذا تيكون وافي في العرض كتاخذ 42 كافيك والمره ديك الساعه اللي ما كفاتهاش مثلا بغات كثر عندنا غير الواد انت مول الخير اذا فاش كتسمع 125 درهم في كريب ديال كوريا غير الحريفيه يجيو يتقداو عندنا اكيد جمال حتى هما الحريفيه يجيو يتقداو خياطه حتى هما مرحبا بهم خليكم معنا اجيو 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 تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي غير المحل كيفاش دايره البنات شوفوا معنا لا غام ديال هذا الكريب الكريب في كوريا لا غام غزاله من داك الشرفيه لويناتها ما كاينش شي لون تزولو زعما تقول هذا راه عيان لوينات تبارك الله انيقين البلو موف البلو غوا الكرونه هاد البلو هذا غزال لا طوندونس لورونج ديالو زوين هاد اللون هذا تا هو الموف ديالو زوين السكري هذاك القلب السكر لا كاينه ما كاينش شي لون تقولي ما كاينش شي لون زعما تزولي تقول هاد اللون هذا ما عجبنيش ولا عيان كلهم اللون الصباح كنت ما شاء الله حيت الباح باللي نزل عندنا هاد نزل عندنا هاد الصندوق ديال هاد الكريب والصباح مشيت شفت الجماله ما شاء الله كيفاش كيتقداو عرفتي بشراهه الكريب راه مقطوع في السوق الكريب مطلي في السوق ولكن هذا هاد الانواع هاد الكاليتي هادي راه ما كايناش في السوق الحمد لله حنا توفرنا عليها وجبناها وحنا محظوظين دخلات قبل العيد باش نقترحوا عليكم وبثمن 120 درهم انا والله العظيم نقول لك واحد المساله المنافسه كتعجبني انا المنافسه الشريفه كتعجبني علاش حيت الاهم من هادشي كله ان الدرويش يلبس اكيد شو لاله مريم تصوري معايا منافسه من ساعه الحريفيه كاملين يشدوا يديهم ويديروها واحد ما يطيح على واحد ما حد ما ينقص راه كاين اللي كيقنع بدرهم كاين اللي كيقنع بالفرنك كاين اللي تيبغي كثر كاين اللي تيبغي قل اذا فاش كنتنافسوا بيناتنا وكلشي بغي يطيح باش يبيع راه من سعد داك اللي غيلبس وداك الشيء غيكون فيه الخير ان شاء الله من بعد واخا على تيك الاولى دخلات شنو دابا دخل عاوتاني شي حاجه جديده اللي كيتسناوها الناس محبوبه الجماهير الحاليه اللي كيتسولوا الناس غير جوهره دخلات من داك الشرفي نوريها لك في لاكام ونوريها لك ان شاء الله على ارض الواقع شوفوا لي البنات هذه لالا واحد الجوهره ديال كوريا هذه واحد لاكاليتي تقولها يوريو الحريفيه يسمعوا الكلمه غيفهموها يوريو ياك هي اغلى جوهره ديال كوريا هي هاد لاكاليتي هادي الباندا هكا وهذه راه كتشابه الا كانت هاد الزوقه هذه ما عمرك شي غادي ما كتشوفيها حيت انا هي الجوهره فيها انواع وفيها حتى هي الكوبي نعم عامله لي خطك دابا هذه اللي كتعتمد عليها هو الكراماج الكراماج والماتيير بطبيعه الحال هذه احسن وحده تقدري تخيليها مثلا شتيها في السوق هي هاد لاكاليتي اللي تيقولها يوغي واخا هذه مساله مساله اخرى شتي فاش دابا كتشوفي هاد الورده الذهبيه جابت الجوهره وجابتها بالعدد ما شاء الله ياك اذا عولي على ان ابتداء من السيمانه الجايه غنحمقوا الشعب عاوتاني فاش في الجوهره ديجيتال حرير الصندوق جوهره مزوقه حيت حنا مثلا فاش كنجيبوا هذه كنجيبوا فيها هاد العدد ديال هاد الالوان كثار حيت هادو هما اللي كيديجيتال هادو هما اللي كيتزوقوا اذا تيعولي ان شاء الله باذن الله في المغرجي فاش غتجي تصوري عندي يديك غتعيا بالموديلات زواقه في زواقه في زواقه والغريب في الامر ان شاء الله اللي غتشوفيه هو انك ما تلقايش حتى الثمن اللي غندير لك ان شاء الله المغرجيه ما تلقايش في السوق بحكم ان السلعه حنا اللي جبناها حنا اللي متحكمين في الثمن ديالها كان ديجيتالي وكنبيعوا بالبركه وكان حتى الثمن اللي بغيتو في جوهره اليوم بغيت ما نلقاهش في السوق اخويا كاين ان شاء الله مرحبا بك تفضلي معنا اجيو معنا شوفوا معايا اللوينات هانتوما تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي البلوغوا شوفوا لي البوردو شوفوا لي البيج الاوبرجين بلون كاسي الوان تبارك الله مزيان والاهم من هذا هو الترابي الناس اللي بغاو يديروا غاندا الناس اللي بغاو يعطوا الكادوات الحجاج اللي ما شاء الله دابا راه سبحان الله الناس عندنا في السعوديه كيتواصلوا معايا دابا حنا في السعوديه فين وصلت جوهره كذا راه ما غنجيبوش راه ما غنتقداوش حيت غنستافدوا من داكشي اللي وقع للناس في العمره وما بغاوش يوقع لهم نفس الغلط راه الناس راه تقلوا مساكن في الديوانه حبسوا لهم سلعهم حبسوا لهم شحال من واحد حبسوا لي السلعه ديالهم والمشكل اللي وقع لهم الثاني هو غلوا عليهم في الصف وكيجيهم متقلين وكيجيو متقلين وشحال من وحده مسكينه كتجي كتقول لي بشحال الجوهره نقول لها انا كتقول لي هادشي اللي دايره تما كنيت اذا مسكينه ضربت تما وكان اللهم تجي للمغرب مسكينين بزاف وخذي الكادوات العائله شوفوا لي هادي بشحال غتبقى لينا السكينه هاد لاكاليتي غتبقى ب 3 متر وافيه 3 متر وافيه ب 150 درهم 150 درهم 150 درهم اذا لو وقف عندي حريفي بيع وشغال وشاف هاد لاكاليتي قال لي يقول لي حرام عليك دير لها 150 هادي خصها كثر ولكن الا شافتها مثلا شي وحده عاديه ولا مغا اللي كتقول مثلا هاد البندق لقيتها في درب السلطان ب 80 درهم ولا 90 درهم غتعرف راسها على انها هي بغات تصيد راسها براسها فهمتي هاد لاكاليتي هادي زوينه طيح كراماج من داك الشرفيه ما كتمازاش دير لها غندا مثلا ما تمازاش ماشي ديك السلعه اللي تحشمك مع الناس واخا تعطيها كادو حتى الكادو اللي بغيتي تعطيه خصو يكون على حقوق حيت حميرة الوجه اذا
150 درهم 3 متر 3 متر وافية 3000 ريال البنات 80 70 90 ما كاينه 3 كاينه 3 متر وافية بشحال 150 درهم ويدعيو معنا ان شاء الله الناس هذو الصيله كامله 3000 ريال السلعه هذه تبارك الله الله يجعل السعاده احسن منها حيت حاولنا اننا نجيبوا احسن كاليتي للسوق فهمتي بغض النظر على المنافسه اللي كاينه راه حنا دابا ولاو عندنا كليان عرفتي شنو هي كتقول عندك كليان فاش كتوصلوا السلعه تيخصو يقول الله يخلف الله يحمي الوالدين ماشي توصلوا الحاجه ويقول لا هادشي عيا فهمتي داكشي علاش دابا تنخدموا على الجوده الثمن غادي يكون طايح زعما بدون نقاش هذه المساله هذه اكيد الا الا حطيتيني انا مثلا مع شي حريف وجاب هاد لاكاليتي نفس هاد الماركه راه مستحيل عليه يبيع ب 150 درهم وسيرتو الا شراها من السوق ممكن الا جابها معاه من كوريا وكان قنوع ممكن يبيع ب 150 ولكن يجيبها من السوق يتقداها ويحط مثلا 6 صفوفات على جوار ويقول راه عندي سلعه راه ما يبيعش بهذا الثمن هذا شوف لي كي داير البنات جوهر كيفاش داير هذه هي اللي كتسمعوا بها شي قنوات ب 300 درهم كتبعوا شي قنوات ب 300 درهم راه هي هذه عند الوردة الذهبية 3000 ريال 3 متر 150 درهم تمام. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على الاورو 15 اورو 15 اورو تمام 15 اورو البنات 3 متر شكون ليا خليكم معنا ما تمشيو فين دابا غندوزو اللبسة بطبيعة الحال اللبسة حيت شوف الناس غيعيدوا اوتوماتيك مولاش العرسات غيعيدوا غيعرسوا شوفوا ليا عندك لبسات غزالين هذه راه جابت دابا حاليا كاينين اللوان ديالها كاملين هذه هي اللي عجبت الناس كان فيها الصراحة هذا اللون هذا وقال لك عجباتنا وخداوها وبغاو الوينات ديالها ها هي تبارك الله الوينات ديالها دابا كاينين تبارك الله ما شاء الله معتبره عندك الشافي لعبها ما تذكروش عبر وافي هذه 3 متر بنت 3 متر ونص 3 متر ونص البنات في هذه النوار ديالها سيد الالوان بطبيعه وهذا النوار الا بغيتي ديري ليه تحتو بلون كاسي ولا بيض غديريه ودير لي عاوتاني لبسه اخرى الباج ديال هذا ما كانش هذا الباج غزال غزال شنو ديالك 3 متر ونص هاد اللبسه هادي كيف ما كتشوفوا معنا سكريني والبنات ها نتوما وهاد السومو عيط لكم هذا شو السومو ديالك كيدير شوفوا لي السومو البنات عند دقيقه ها البنده العريضه مفصله راسها العبار فيها وافي 3 متر ونص ما تمحنيش راسك معها والبيسه من داك الشرفيع وبالثمن غيكون ان شاء الله مناسب اكيد بغيناك دير لينا شي صود وشي برومو في هاد اللبسه هادي بغينا كلشي يستافد شو انا نقول لك واحد المساله السيمانه اللي فاتت ما شاء الله بعنا اللبسه من داك الشرفيع ياك عجبت الناس والله العظيم الا مريم فاش كتوصلك اوديو ديال وحده اللي بعتي ليها وكتقول لك هذوك اللبسات الله يعطيك الصحه غزالين ويستاهلوا كثر انا كنفرح فهمتي راه ممكن شي وحده توصل لها اللبسه تقول لك راه ما عجبتنيش كتقول لها بدليها ولا جي خدي فليسات كلها هاد المسائل راه جاري بهم العمل كلشي الناس تاع الوردة الذهبية راه كيتعاملوا بهذا المنطق هذا ياك من غيرها راه فدنا بزاف الناس فتيهم واكيد ملي كتفرحهم انا نقول لك علاش لا مريم حيت فاش كتكون عندك واحد لارتيكل اللي باقا تقدر تبيعها ب 1000 درهم و900 درهم وكتصول دير لها بحال الثمن راه غير باش تفرح الناس وباش تجمع قاعده جماهيريه ومن كيجيك شي تعليق كيفرحك راك اكيد كيخليك انك تجتهد وتجيب لهم صود اخر وارتيكلات البنات اخر ما كاين شوفوا لي شوفوا لي وبالنسبه لبعض المرات بعض المرات كتبقى انا بعدا تنتكلم على نفسي انا بعدا كينان فاش كتبقى شي وحده كتكتب لهم في التعليق هذاك الدري باينه فيه متكبر مثلا ولا باينه فيه مثلا ما مزيانش كتقول لها اختي راه بعض المرات سبحان الله فاش غنوقفوا قدام ربي ياك وغنكونوا بامس الحاجه للحسنات ونبداو نديروها ونلقاو شي سيئات ما درناهمش كيفاش اسيدي ربي ديال اش هادي ديال واحد الكومونتير كومونتيت على واحد السيد وانت ما عرفتيش شنو فيه واش هو مزيان ولا فعلا مخرويد ولا معقول ولا لا فهمتي اذا تنقول الناس اللي مثلا شرات شي حاجه عند الوردة الذهبية عجباتها تخلي كومونتير زوين ولا ما عجباتهاش راه تنقول لها نبدلوا لك القناه الوحيده في المغيبه انا ما عمرني شفت في اليوتيوب بحال هكا وتيقول شي وحده نبدلوا لنا رد الفلوس انا ما عمرني سمعتها انا حضرت لواحد السيده رجعت لها الفلوس مرحبا انا ما عمرني شوفي ما عمرني شفتها في اليوتيوب شي وحده مثلا ولا شي واحد كان تفرج فيه يرجعوا لك الورده الذهبيه يرجعوا لك الصولد وكيرجع راه كاين اللي تغد اليوتيوب يقول لك خويا دابا بيلعوها بالصولد انا علاش تردوا لي غير صولد حنا لا بالعكس كنيسروا مع الناس باش نجمعوا كلام تاع الخير ونجمعوا نجمعوا تعاود الخير ان شاء الله بالنسبه لهذه اللبسه 3 متر ونص 3 ونص وافيه ثمن 7000 ريال بالتحتاني ديالها 7000 ريال 350 درهم الناس اللي بغاو هاد الزواقه هادي راه دخلات 350 درهم بالتحتاني ديالها دو بياس هادي راه كانت لقات اقبال كبير بزاف والناس كيعيطوا الناس السيمانه اللي فاتت ما كانتش ها هي دابا ها الوينات ديالها نقربوا وحده كنصوروهم
هادو تاهما غيبقاو ب 350 بالتحتاني ديالهم دو بياس غيبقاو لكم ب 350 والناس اللي تيسولوا على الباسي مثلا اللي دازوا في فيديو اللي فات واللي قبل منه انا تنقول لهم سكريني وصيفطوا غا انت مولت الخير تبارك الله عطا الله الباسي كاين تقدري تسكريني شي لبسه دازت مثلا واحد ربع شهور هذه وتلقاها موجوده وكاين شي لبسه نقدروا نحطوها اليوم بعد غدا تقادا فهمتي اذا الناس يسكرينيو وتيلا جاي المحل حيت غتشوفوا الظروف الكليان كيجيو تيلقاو المحل عامر ولو جاي المحل نسكريني ونجيب تليفوني معايا حيت الا جيتي المحل غتوريه تمام انا نقول لك واحد المساله لمريم تقدر وحده تدخل مع 11 وما تقدا حتى 12 ونص علاش حيت تالفه حيت المحل عندنا بحال المرجان ما شاء الله وكاينه وحده مسكينه كتدخل 10 دقائق تقدا جايبه التليفون بغيت هذا الارتيكل كديرها تلقى حداك هاكي خلص الله يعاون فهمتي اذا النصيحه من كينان كلشي سكريني وتم جاي بحال هكا ويقول لك بغيت هاد لارتيكل هادي انت كي تشوفي على المغرب اللبسات راه عطا الله الديره مستفين هنا اللبسات راه كاينين تبارك الله ما شاء الله كاين اللبسات مثلا لهنا لا في الاول فرا موجودين وكذلك في درب عمر اذا مثلا اللي بغات شي لبسه سكريني وتجي ان شاء الله باذن الله نشوفوا ليها واش باقا ولا لا اكيد خويا كاين انا ذاك العام كنا درنا ليهم ربحوا معنا حوالي ديال داز عام لاله مريم تبارك الله ما شاء الله عام عقلتي بحال هذا النهار هذا كنا درنا القرعه العام اللي فات كنا درنا فيديو من غير بعد القرعه وكان سبحان الله العظيم هنا باش عرف العمر تيجري فهمتي اذا كان شي واحد باغي يدير شي حاجه سمع واحد النصيحه الانسان يتقل الميزان ديالو ويدير علاش يرجع اكيد لهيه شوف دابا غير السيمانه ولا تكدوز دغيا تماما انا يلا تكلمت معك السيمانه قلت لك نصوت تلقيتك قدامي ياك سبحان الله العظيم مرحبا واخا هاد المره هذه كيف ما وعدتكم الوغده الذهبيه كنا قلنا شحال ديال عقلتي كنا وعدناهم بواحد ان شاء الله واحد القرعه ديالاش ديال عمره ان شاء الله راه جات دابا حاليا غتكون ان شاء الله السحب من ورا العيد غيكون السحب من ورا العيد يلا يتخولنا اننا نجمعوا شويه الناس وبحكم انك غتسمع القرعه غيكونوا بزاف المشاركين حددنا قانون المسابقه فاش هو اللي غيدي بون داشا ولا مثلا قيمه 1000 درهم بحالاش مثلا جات عندنا عروسه مثلا شريت هاد اللبسه هادي ب 350 درهم زادت عليها جوهره زادت كذا اختها زادت واحد البياسه شنو لقيتيها لقيتيها في 1000 درهم كنشدو نويمير ديالها نقيدوها ونحطوها كوم كوا بزاف الناس غيستافدوا حيت ما غتكونش الضغط كي تنقولوا وغيستافد الانسان تيلا دا عمره درتي واحد مثلا واحد العدد ديال 100 واحد ولا 200 ولا 300 اللي هزيتي منهم واحد ولو قليله على الاقل ماشي هي اللي هزيتي 2000 و3000 2000 و3000 واحد حيت اللي كتعرفي الناس كيتقدوا علينا بزاف كيساهموا معنا بزاف النهار اللي كنا درنا القناه وقلنا الناس مثلا ديروا ابوني وغتشاركوا في واحد القرعه وربحوا تبارك الله الناس كانوا بزاف الناس دخلوا خلينا نوامرهم هنا ياك نديروا سحب قرعه مثلا اخرى من غير هذه ديال اكيد ما حيت هذه ديال العمر غتكون سبيسيال حيت غنديروها ان شاء الله كي تيقولوا على حقها وطريقها غيكون معنا فائز واحد طبيعه الحال فائز واحد اللي غيكون حاليا راه من هنا لنهار القرعه ما عرفتيش شنو يكون نزيدوا جوج جوائز اخرى ولا ثلاثه ما عرفتيش الشغال ولا الذهبيه السخاوه راه كاينه السخاوه كاينه اذا عيد الاضحى دائما السخاوه طريقه المسابقه غيجي ابتداء من غدا هنا ولا في درب عمر ولا في الولفه اللي مشات وخدات سولد وخلطات علو هادي ودارت ولا جمعت باك مثلا الناس العريس ديال الباك راه كاينين الباك فهمتي جات خدات واحد الباك ب 1000 درهم ولا كذا بون داشا تاع 1000 درهم 1000 درهم نقيدوا المرسى ان شاء الله وغنديروا فيها واحد القرعه ان شاء الله اللي غتكون على ما غيكونوش معنا غير الناس تاع كازا غيكونوا بطبيعه الحال كلشي كلشي غير الناس اللي غيصيفطوا لنا خارج كازا اللي كيتقداو علينا غنحطوا النمره تاعهم وان شاء الله فاش غنديروا صاحب القرعه يكون على المباشر ان شاء الله مع لاله مريم شانيل نيت وقناه الوغده الذهبيه غيشوفوا الناس كذلك غيشوفوا القرعه وكنتمنى تنتمنى الفوز للجميع ولو بعض المرات كتكون قرعه واحده ومسابقه ما كاناش نعطيو لكل شيء فائز واحد ولكن راه كتقولوا شوف بغض النظر على هذا الشيء وريني لا شي واحد واقيلا عمرو دار بحال هاد الجوائز هاكم الا كيتحداك شي واحد في الاثمنه يتحداونا حتى في الجوائز ويتحداونا في بزاف الحوايج ان شاء الله اللي غتكون مع الوغده الذهبيه من هنا لقدام ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مرحبا بلاله مريم انا غنشوف الا كنت غنزيدك شي ارتيكل اخرى او لا غنختموا ان شاء الله الحلقه بغيت نذكر قبل ما نختموا نذكر الناس ان شاء الله اللي كانوا تيتسناو حرير الصندوق حرير الصندوق نقول لهم على انكم ان شاء الله اول ما بدينا مع الورده الذهبيه ودينا بحرير الصندوق عجب الناس بزاف اكيد كيتسناوه حنا وفرنا لكم الجوهره الاولى اللي كلشي بغاها ها هي جات وهذه ان شاء الله هي جايه في الطريق انتم ان شاء الله راكم ابوني عندنا في قناه ديال الورده الذهبيه فاش غنحطوه هنا من هذا المنبر هذا كندعي الناس اللي شاف هذا الفيديو هذا يقلب واش دير ابوني الا لقى راسو دير ابوني مزيان ما لقاش يعطى هذاك الابوني وان شاء الله يتسنى ابتداء من هذا الاسبوع الجاي ولا قبل ولا بعد غيكون هادو بالزواقات والشكالات اللي غن ان شاء الله نتحداو بهم السوق تحدي شريف ومناسبه شريفه نقولوا للناس اللي عنده يجي بالنسبه للناس اللي كيشاهدونا اول مره حرير الصندوق حرير الصندوق حاليا ب 200 درهم شحال فيه؟ 200 درهم فيه 3 متر 3 متر 200 درهم ايه
حرير الصندوق البنات. هذا هو اول ما بدينا مع الورده الذهبيه، والكلام اللي معها حرير الصندوق على ديك الجوهره المعلومه. غنقول لك طبيعه الحال على حرير الصندوق، حيت هذه ما هي الا هذيك، غير هذه مطبوعه طبيعه الحال. شوفوا كيفاش تطبع، اش من سلعه كتطبع فيها. الكلام هذا ما تعرفوش حتى الناس الا الناس اللي كيجيو يقلبوا، فهمتي؟ الناس اللي كيوصل للمحل وكيشوف اللوانات بحالكم مخدومين بميتال، صباغه زوينه عاطيه للعين، فهمتي؟ ماشي هذيك الصباغه العاديه. انا نعطيك مثال بزاف، شوفوا لي الا بغيتي تمشي للمعمل مثلا وتصبغ جوهره وقلتي لهم بغيت بحال هاد الصباغه واللوانات يكونوا دوزي شي شويه، غيغلو عليك وما تقدش تبيعها ب 200 درهم، غتولي بيعها بكثر. حنا بهاد الصباغه هادي بهاد الميتراج اللي فيها 200 درهم وكنوعدوا الناس كاملين بالجديد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لا اللي خطاك لالا مريم، وقيلا غنختموا الحلقه ياك. اها مخصص راح ما سخيناش بكم، غير هو لالا مريم راه عندها واحد الافتتاح ان شاء الله، ولا ما عرفتش شي لايف ياك دابا. ان شاء الله باذن الله. لا اللي خطاك ما بغيناش نعطلوا على الناس، حيت اصلا هي جات شويه معطله. بارك الله فيكم. وكنقول للناس على الوغده الذهبيه يدخلوا لقناه الوغده الذهبيه، مثلا الناس اللي بغاو الجيم جيم يشوفوا الفيديو اللي فات، حطيناه مثلا في الاسبوع اللي فات بطبيعه الحال نساو ورجال ياك يشوفوا اللي عجبتهم شي حاجه يسكريني ويصيفطوا لنا ان شاء الله ويكون الخير. اكيد امسيه سعيده وجمعه مباركه سعيده ان شاء الله. والسلام عليكم. مرحبا بك. غادي ندوزو عند الاخ عبد الله. شرفتينا لاله مريم، بارك الله فيك، شرفتونا اليوم ان شاء الله باذن الله. وخليكم معنا ان شاء الله، راه دائما الجديد وباذن الله راه جايه واحد زواقه ان شاء الله في جواره حرير الصندوق، شي حاجه تبارك الله ما شاء الله، واشكال وانواع، حيت الناس تبارك الله كاع كيصيفطوا لنا باغين الزواقات. باذن الله راه غادي تكون شي حاجه ان شاء الله زوينه. ومرحبا بكم، ربي يخليك اخويا، شرف لينا. الله يبارك السلام عليكم.